حكما على اللمسات الاخيره او الساعات الاخيره قبل مواجهه فاركو النهارده بالليل، خلينا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد من داخل مقر اقامه الفريق نعرف منه اخبار فرقتنا. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك طبعا في البدايه وتحياتنا ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحديات صعبه زي ما قلنا يمكن وظروف قاسيه جدا الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي، لكن في كل مره في كل الكلام في كل الامور ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين، ده المتاح وده المطلوب وهي دي الظروف، فلابد ان احنا نتاقلم مع هذا الامر بكل ما فيه بالصعوبات بالضغوطات بالاصابات بالاجهاد بكل الامور الخاصه اللي بتمر الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي في ظل توقيت صعب جدا. لكن من خلال التحضير طبعا مستر ريكاردو سواريش المدير الفني التحضيرات الاخيره الحقيقه يعني بذل فيها مجهود كبير جدا من خلال متابعتنا للتدريبات رغم ضيق الوقت، لكن الراجل بيحاول تصحيح اخطاء بدون بذل جهد بدني وده امر مهم جدا، الكرات الثابته التحركات كل الامور دي. لكن انت عارف يا احمد طبعا احنا بنفقد عدد كبير جدا من اللعيبه وفي خطوط يعني بتبقى صعبه جدا ان انت توظف اكتر من لاعب عشان يدي الباور الكبير جدا اللي احنا المعتاد على لعيبه النادي الاهلي. حمدي فتحي بيغيب، كريم فؤاد بيغيب، 11 لاعب النهارده بيغيبوا، الاطراف مش متواجده عندك، فيرود وحيد ملوش بديل خارج دكه البدلاء، الاوراق اللي بره فيها صعوبه بالغه الحقيقه على مستر ريكاردو سوارش المدير الفني. لكن ان شاء الله باذن الله الدور المهم هو دور جمهور النادي الاهلي في ظل هذه الصعوبات، دور جمهور النادي الاهلي مهم جدا لان هو ده اللي بيعمل بوشنج بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. كل الصعوبات اللي متواجده معانا كلها ان شاء الله تكون دوافع لفريق النادي الاهلي قاتل لاخر ثانيه نتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن نبذل كل المجهود كل لاعب يبذل كل اللي عنده ان شاء الله في هذه المباراه اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله مع الثقه الكبيره مع لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقدر نتخطى هذه المباراه. الحسابات وباقي قد ايه من الدوري كل الامور دي مش هنتكلم فيها لان احنا بناخد مباراه بمباراه زي ما عودنا الجهاز الفني وعودنا للنادي الاهلي. فان شاء الله النهارده في ظل الغيابات الكثيره جدا لفريق النادي الاهلي نقدر ان شاء الله بال11 اللي يا رب يكون موفق الحقيقه مستر ريكاردو سوارش في اختيارهم للتوظيفات دكه البدلاء. احنا يمكن 21 لاعب هيخرج حارس مرمى وحيد وال20 متواجدين في دكه البدلاء وال11 اللي يكونوا متواجدين. عشان كده بقول لك احمد الحلول صعبه شويه على الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بالاصرار المعروف وبالعزيمه وبالهتاف والتشجيع والمسانده المعتاده من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى هذه المباراه يكونوا ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. طيب متواجدين في فندق الاقامه والحضره الفنيه تكون. خليني اسالك يا كريم يعني بعيدا عن الفنيات وهتكلم معاك على الفنيات شويه وعلى الاسماء اللي ممكن ترجع النهارده او نشوفها سواء تبدا المباراه اساسي او تبتدي على دكه الاحتياطي، الحاله المعنويه متابعتك للعيبه وهي يعني في معسكر المغلق قبل ماتش فاركو شايفها ازاي؟ يعني اقدر اقول لك طبعا كل بيتكلم احمد في المباراه والكل بيتكلم في هذه الفتره والصعوبات، الاصابات يمكن مسببه طبعا كل بيتكلم مين هيكون متواجد في منتصف الملعب، عندك ثلاث لاعبين على الاطراف في صعوبه بالغه، احمد عبد القادر طاهر الشحات منتصف الملعب بيغيب حنفي، كل اللعيبه بتتكلم في هذا الامر مين هيكون متواجد مين هيشارك، عايزين نبذل كل اللعيبه بتتكلم في هذا الامر لان الظروف صعبه جدا، السكواد اللي معاك صعب ان انت تقدر توظف بيه وانت محتاج ان يكون في عندك ورقه رابحه خارج الخطوط، ده اللعيبه بتتكلم فيه. لكن المعنى طبعا يعني مش هقول لك مرتفع لان الظروف صعبه على لعيبه النادي الاهلي وعارفه ان في زعل كبير جدا من جمهور النادي الاهلي وده الامر الحقيقه اللي بيتكلم فيه اللاعبين عايزين يصالحوا الجمهور، لكن انت مضغوط يعني زميل احمد انت عارف انت مضغوط من تحكيم من ضغط المباريات من فقدان لعيبه في كل مباراه، يعني صعب جدا امر في منتهى الصعوبه الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني. عشان كده ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى يكون واقف مع اللعيبه يوفقهم في المباراه نخرج من المباراه بدون اي اصابات لان خلاص احنا مقررين في كل مباراه لازم يكون في اصابات، انت واصل ل 11 لاعب اصابات، بيرسي تاو ومنعم اكيد طبعا اضافه قويه جدا واسماء كبيره جدا، لكن الرؤيه المعتاده اللاعب اللي بيبقى راجع من اصابه واصابه مطوله زي بيرسي تاو اكتر من شهر يا هياخد جزء من المباراه يا اما لو نزل برده مش هيدي الباور الكامل اللي احنا منتظرين منه، منعم طبعا بشخصيته القويه جدا واصراره وروحه وتضحياته الكبيره جدا ان شاء الله باذن الله لو متواجد هناخد منه باور كبير، لكن برده الراجل راجع من اصابه. عشان كده بقول لك الظروف مستحيله على لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله زي ما لعيبتنا عودتنا وزي ما جمهورنا عودنا في رغم كل الصعوبات وكل الظروف دي عندنا الامل وعندنا الثقه وعندنا كل الامور ان شاء الله ان هي تقدر تساعدنا في مباراه اليوم بعيدا عن الاداء. النادي الاهلي محتاج ثلاث نقاط مين هيكون متواجد ده يعني امر خلاص متروك للجهاز الفني، اي حد هيشارك في مكان مش مكانه يا رب ان شاء الله باذن الله يبذل كل ما عنده والتوفيق ان شاء الله يكون معاه. واحنا مش عايزين غير ان يوصل احساس لجمهورنا انه لاعبتنا بتبذل اقصى ما في وسعها، التوفيق من عدمه دي حاجه بتاعت ربنا وان شاء الله باذن الله اتمنى النهارده الثلاث نقاط تكون من نصيب النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، دي كانت اخبار الساعات الاخيره من داخل معسكر الفريق في يعني